نحييكم مشاهدينا من جديد من هنا من بعبدة في جبل لبنان، حيث نطل على الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المستمرة والمفتوحة والمباشرة. مشاهدينا، يعني تطورات نلحظها إن كان لها علاقة بميدان لبنان أو المتعلقة بطوفان الأقصى ومسارات المنطقة، لا سيما بأن المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل دك قوات الاحتلال المجتمعة خلف الحدود للتحضير لأي تسلل أو دخول أو توغل بري للجنوب، وتشتبك معها خلال محاولاتها التسلل من نقاط مختلفة وتوقع في صفوفها خسائر فادحة في الجنود والآليات، وتواصل استهداف المدن والمستوطنات ومواقع الاحتلال بالصواريخ والمسيرات. مواقف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مثلت اليوم نقطة انطلاق لمعادلة جديدة قائمة على إيلام إسرائيل عبر تدفيعها ثمن عدوانها على كل الأراضي اللبنانية باستهداف أي نقطة في كيان الاحتلال، وتحذير من مشروع الشرق الأوسط الجديد الأمريكي الإسرائيلي وتأكيد على مشروع فلسطين وتحريرها. هذه المواقف وغيرها ستكون محل نقاش مشاهدينا مع ضيفينا، معنا من بيروت الخبير بالعلاقات الدولية دكتور بلال اللقيس، ومن رام الله معنا مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية سيد عماد أبو عواد. مرحبا بكما. اسمح لنا قبل أن نفتح النقاش في هذه الساعة أن نبدأ بعرض مجموعة من مقتطفات صوتية لما جاء في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي شدد على أن المقاومة في مواجهة مباشرة مع إسرائيل ولها الحق في استهداف أي نقطة في داخل كيان الاحتلال، وأضاف أن المعادلة الجديدة هي إيلامه. نحن في مرحلة جديدة اسمها مواجهة العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على لبنان. لم نعد في مرحلة المساندة، لأن المساندة كانت على الحافة الأمامية وبعض التصعيد من هنا وهناك، أما اليوم إسرائيل تخوض حربا ضدنا. نحن بدأنا منذ أسبوعين من الآن بمعادلة الميدان في الحافة الأمامية. أقول لكم بما أن العدو الإسرائيلي استهدف كل لبنان، فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي. أما منذ أسبوع إلى الآن، 7 أيام من الثلاثة الماضي، قررنا معادلة جديدة اسمها معادلة إيلام العدو حتى يحس بالوجع. صارت توصل الصواريخ لحيفا وما بعد حيفا كما أراد سيدنا. ونجدد الترحيب بضيفنا. أبدأ وإياك دكتور بلال اللقيس، ما الذي أرساه اليوم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في إيضاح مسار وعنوان المواجهة؟ الله يمسيكم بالخير. تحية لضيفك الكريم وللمشاهدين. أعتقد أنه سماحة الشيخ نعيم قاسم أسس لمرحلة مقبلة عنوانها أن المقاومة نهضت، بدأت باستلام زمام المبادرة وستتقدم في الأيام المقبلة لتحدث توازن الضغط، وهذا ما سوف يتلمسه الشعب اللبناني فضلا عن العدو في الميدان، إن كان الميدان في الجنوب ولا الميدان الأوسع لمسرح العمليات. هنا سيد أبو عواد، مفهوم إيلام العدو كيف يمكن أن نترجمه مباشرة
على داخل الكيان، سيما أنه بنيامين نتنياهو كان يتحدث أنه لن يعني يذهب إلى وقف إطلاق نار من طرف واحد، وهو يريد أن يضع الأمر في إطار إيقاف جبهة الإسناد اللبنانية بالشق المرتبط بإسناد غزة، ودمج الأمر مع إيقاف وقف إطلاق النار أو العدوان على لبنان. مفهوم إيلام العدو هذا أين يضع خيارات الاحتلال، وما الجانب العملي الذي يمكن أن نراه انطلاقا من مثال حيفا حيث وصلت؟ تحية لك للضيف الكريم. دعيني في البداية ربما أعرج على قضية مهمة قبل الإجابة عن السؤال، بأنه ما حدث خلال الخمسة أيام الأخيرة من سلسلة الاستهدافات التي قام بها حزب الله، والخطاب القوي اليوم للنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حقيقة كسر الانتشاء الإسرائيلي. كان هناك حالة من الانتشاء الإسرائيلي والشعور بأن إسرائيل حققت إنجازات تكتيكية مهمة، وبأنها أضعفت حزب الله، وبأن حزب الله يعني لن يكون بمقدوره وأن يستهدف وسيكون مردوعا وإلى آخره. كل هذه الديباجات سقطت، والنقاش العام في إسرائيل منذ يومين يسير باتجاه أننا بالغنا في القول بأننا أضعفنا حزب الله، وأننا بالغنا حينما قلنا بأن حزب الله لن يزيد مساحة الاستهداف، ويبدو أننا لا نعلم إمكانيات وقدرات حزب الله الحقيقية اليوم. هذا النقاش هو الموجود الآن في الشارع الإسرائيلي حول مسألة الإيلام. هذه هي القضية المهمة، وباعتقادي هذه هي الاستراتيجية الأهم في تعاطي قوى المقاومة مع الاحتلال وتحديدا حزب الله هذه الأيام، لسبب بسيط. الكل مدرك تماما فارق الإمكانيات الكبير ما بين دولة الاحتلال المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، المدعومة من مجموعة من الدول الأوروبية بالعتاد والسلاح والذخيرة إلى آخره، وقوى المقاومة التي هي ليست حتى لا تصل إلى مستوى دولة، تمتلك إمكانيات بسيطة. الآن ما الهدف الاستراتيجي؟ هو إيلام هذا الخصم، هو التأثير على هذا الخصم. والتأثير باعتقادي بدأ حينما أولا ثبت حزب الله معادلة مهمة، أن الضاحية تقابل كل مساحة الشمال جنوبا حتى وصول حيفا، وهذه المعادلة معناها إيلام العدو في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول ناحية الثقة والناحية الفكرية. اليوم المجتمع الإسرائيلي يناقش هذه القضية بشكل كبير، إنه إسرائيل التي تطرح نفسها على أنها الدولة الأقوى في المنطقة، أكثر من 2.5 مليون إسرائيلي عمليا سيبقون قرب الملاجئ، وبالتالي الثقة في المشروع تتأثر. الأمر الثاني مسألة الاقتصاد. دعينا نذكر بأن حيفا تعتبر عاصمة الاقتصاد الأزرق بالنسبة لإسرائيل، وهي تشكل تقريبا ما يقارب 7% من الناتج القومي الإسرائيلي، وبالتالي لهذا تداعيات كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي. الأمر الأهم باعتقادي بأنه ما يحتاجه حزب الله يستطيع تحقيقه من خلال هذا الاستهداف المستمر، وهو شلل الحياة بشكل كامل داخل هذه الدولة، التي لفترة ما كما قال جالنت اليوم وألمح بأنه الجبهة الشمالية تختلف قليلا، ويبدو بأن يعني الثقل سيكون أكبر. لماذا؟ لأنه هذا في اجتماع خلي مع وكلاء يعني ما يعرف بالوزارات في إسرائيل. الجبهة الجنوبية لم تستطع تعطيل الحياة فترة طويلة بالنسبة للإسرائيليين، وأنا أقصد هنا في مركز البلاد. جبهة الشمال الآن تعطل الحياة وتستطيع تعطيل الحياة، وتعطيل الحياة له ارتدادات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، على المجتمع، ولهذا تداعيات على الجيش، ولهذا تداعيات على المجتمع، ولهذا تداعيات على الثقة. والأمر الأهم باعتقادي هو النقاش الذي يدور الآن ما بين يعني ما يعرف بالحريديم الذين يريدون إعفاء من التجنيد ويهددون بإسقاط الحكومة إذا لم يمرر القانون قريبا، وما بين جنود الاحتياط الذين بدأوا يرفعوا الصوت عاليا باتجاه لماذا نحن نطلب للتجنيد للمرة الرابعة خلال هذه الحرب، فيما يوجد 250 ألف شاب إسرائيلي من الحريديم لا يتجندون ولا يدخلون للجيش. وبالتالي الإيلام في كل هذه المساحات وبدء كل هذا النقاش باعتقادي له وقع وله تأثير. ودعيني أضيف وأقول بأنه اليوم هناك حالة اغتراب لدى تيار واسع داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو تيار الصهيونية الليبرالية، اللي 900 ألف اليوم عمليا بعيشوا في الخارج منه، وفي آخر استطلاعات رأي غالبيتهم يفكرون بالهجرة من إسرائيل. لأنه عندما نقول ربع الإسرائيليين يفكرون بالهجرة، غالبية هذا الربع من هذا التيار الذي أنشأ الدولة والذي يمتلك الاقتصاد. هل لنا هنا سيد أبو عواد ولو بقيت معك أن نفهم كيف يتألم العدو؟ هل نحن أمام عتبة وصلنا إليها انطلاقا من توسيع النار في ما نشهده بعمليات كحيفة مثلا، تكثيف النار وتحويلها ككريات شمونة؟ كيف يتألم العدو وفي أي مكمن يتألم؟
وتل أفيف، يعني تل أفيف باتت أيضا تحت الاستهداف المستمر سواء من حزب الله، وقبل ذلك يعني كان من كتاب القسام، ومؤخرا بتنا نشهد بأنه يعني اليمن يستهدف تل أفيف بشكل مستمر، وإن كان أقل من حيفا بالتأكيد لكنها دخلت ضمن هذه الدائرة. إذا أردنا أن نفهم كيف يتألم الاحتلال يجب أن نعود قليلا إلى الوراء. ماذا كانت الخطة الاستراتيجية التي وضعها كوخافي قبل 6 أو 7 سنوات من الآن حول تعاطي الجبهة الداخلية الإسرائيلية مع مجموع المتغيرات في المنطقة؟ قال بأنه من أجل أن نضمن سلامة المجتمع الإسرائيلي وحصانته وأمنه وبقاءه وقوته يجب أن نضمن أمرين: الأمر الأول الحرب السريعة والخاطفة، ثانيا الجيش المتطور والقاتل. الآن العاملان هؤلاء غير موجودان على الأرض عمليا. أولا إسرائيل تخوض حروب طويلة، وإسرائيل ليس لديها جيش قاتل، لديها جيش متطور تكنولوجيا يستطيع التدمير، لكن ليس لديها جيش يستطيع يحسم الحروب. لماذا ركز كوخافي على هذه القضايا؟ لأنه يدرك تماما أن طول الحرب وتعطيل الحياة هذا مؤلم للإسرائيليين، وبالتالي مع مرور الوقت سيبدأ هذا الإسرائيلي يفكر بأنه لا داعي لأن أعيش في هذا المكان، خاصة أنه في آخر استطلاع رأي أجري في العام 2017 حول ما سبب وجودك كإسرائيلي في هذه البلاد، كان أولاً الاقتصاد ثم الأمن. طب إذا غيب الاقتصاد وغيب الأمن، هذه مرحلة الإيلام الأهم والتي سيكون لها تداعيات بالمناسبة على شكل الدولة، وربما نتطرق إلى هذه القضية. طيب سنعود إلى هذه النقطة، لكن بالعودة إليك دكتور بلال اللقيس، فيما جاء أيضا في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم خاسم في توطئة شرحت يعني حقيقة المواجهة، خلفية المواجهة، حقيقة الأجندة، أعادت الأمور لجذورها، شخصت الاحتلال ومشروع الأمريكي وما إلى ذلك. وفي نقطة وجزئية مهمة وصلت إلى مرحلة المواجهة، أنه حزب الله دخل منذ يعني اعتداءات البيجرز بمرحلة جديدة ألا وهي الدفاع عن لبنان في وجه الحرب الإسرائيلية. ما هي الفوارق التي يمكن أن نلحظها بين حزب الله في جبهة الإسناد اللبنانية على المستوى الميداني والأهداف، وحزب الله في مواجهة حرب وعدوان على لبنان كذلك على المستوى الميداني والأهداف، بالنظر إلى الرابط الذي أكد عليه الشيخ نعيم قاسم بين غزة وبين فلسطين ككل ولبنان؟ صحيح، هو ربما الفارق ليس بمهيط الموضوع، لأن الذي يتحرك لإسقاط غزة والمقاومة في غزة هو نفسه الذي سيكمل لإسقاط المقاومات في المنطقة وتثبيت الهيمنة. فإذا ماهية الموضوع هي ذاتها، إنما مقاربة الخطاب عندما نتحدث عن فلسطين في بلحاظ الساحة اللبنانية والساحة الدولية تختلف عن مقاربة الخطاب عندما نتحدث عن لبنان في سياق مرتبط بالمجتمع اللبناني والبيئة اللبنانية وأيضا البيئة الدولية. هنا تصبح طبيعة المبررات، لأن المجتمعات ليست كلها بنفس الوعي، والشعوب والشرائح ليست كلها بنفس الوعي لطبيعة استراتيجيات ورؤى الهيمنة عند أعدائنا. ربما بعضها يعتبر أن العنوان القومي هو العنوان المطلوب أو الوحيد الذي يبرر الفعل المقاوم، بعضها الآخر أعمق عندما يقرأ في السياسة الجيوبوليتيك فيرى ترابط بين الساحات وترابط مفهوم الأمن، بعضها أعمق عندما يقرأ في الرؤية التاريخية ويعرف سياقات الهيمنة في التاريخ، وبعضها ربما هو جزء من المشروع الغربي الأمريكي باعتبار أن نظام هنا عربي أو نظام هناك ربما ولد مع إسرائيل من رحم واحد. بكل الأحوال فنحن أصبحنا إذا يعني خلينا نقول بالماهية نفسها، ولكن بطبيعة الخطاب وما يترتب عنه لاحقا من فعل ومرونة في الفعل تتغير. فإذا كنت أساند فلسطين فربما يعني أستطيع أن أتحرك بمقدار، وأحتاج أن أقنع جزء من الشعب اللبناني والشارع العربي أن هذه المعركة معركة الجميع، وهذه المعركة إذا لم ننجح فيها في غزة ربما لا سمح الله ستنعكس على بقية الساحات، قد يلاقيني البعض قد لا يلاقيني، ولكن عندما أدخل في لحظة اسمها لبنان
عندها تكون تقريبا كل المبررات الكافية، وهذا ما رأيناها اليوم في الساحة اللبنانية. يعني بعض القوى قالوا نحن نختلف معكم في مقاربة إسناد غزة، ولكن فيما يخص الشأن اللبناني فنحن جزء من الدفاع عن لبنان وعن سيادة لبنان. جيد، بالنهاية دائما الجماعات والمكونات والأحزاب ليست كلها بالنهاية في رؤية واحدة وفي فهم واحد للقضايا، ولكن هذا الحد حد مقبول. هذا أعطى لحزب الله مزيد من القدرة على المناورة والتعاطي في سياق المواجهة مع الإسرائيلي، ما أدى كما رأينا في الفترات الماضية إلى أن يصبح حزب الله مطلق اليد أكثر، يعني يده طليقة أكثر، بحيث أنه يضرب حيفا، يضرب ما بعد حيفا، يقاتل بطريقة شاملة واسعة إن كان على المستوى العسكري، ولا أيضا هناك نوع آخر من المواجهة السياسية التي تحتاج إلى تكامل وتعاضد. إذن أستطيع القول نعم تختلف ربما الأدوات، تختلف قدرة الضغط، تختلف إطلاق اليد، مدى إطلاق اليد عندما تكون تقارب مسألة مرتبطة بالبعد الوطني أو مسألة مرتبطة بمساندة غزة. ولكن لذلك يمكن أن نرى الآن مفهوم الإيلام بطريقة مختلفة أن الشعوب بعد في إطار الدفاع عن لبنان، وما يمكن أن تستخدمه المقاومة من يعني طرق وآليات عسكرية أو أسلحة أو حتى مدايات في المواقع كما نوعا عمقا. صحيح، أو أساليب أو منهج أو مفاجآت أو إلى آخره، كل ذلك يصبح مبررا ومفهوما من الشارع اللبناني عموما وربما من الشارع العربي، وقانونيا لاعتبار القانون يقوم على وحدة الدولة يمكن أن يعطي مزيد من المبررات. طيب، وهذه نقطة مهمة وأيضا توضح وتبرز ما الذي يمكن أن نراه وما الذي بإمكان المقاومة انطلاقا من مبدأ الدفاع عن لبنان أن تقوم به. طيب، سنكمل في هذا الإطار ونحن نفهم ما معالم التي رسمها شيخ نعيم قاسم إن كان بالنسبة لمسار المواجهة، المعادلات والأفق، من خلال أيضا أن نعود مجددا لكلمته حيث شدد على أن المقاومة الإسلامية ستضرب ثكنات جيش الاحتلال وقواعده، وأكد أن أكثر من 2 مليون مستوطن سيكونون في المرحلة المقبلة في دائرة الخطر. سنركز على استهداف جيشه ومراكز تواجده وثكناته. أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية، الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف، إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون، وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. أما مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات غير المأهولة، ومئات الآلاف بل أكثر من 2 مليون سيكونون في دائرة الخطر. في هذه النقطة تحديدا سيد أبو عواد، بالأمس كان في رسالة الصواريخ تل أبيب لم تأتي في بيانات المقاومة الإسلامية في لبنان، جاء على ذكرها الشيخ نعيم قاسم وأعاد وضع 2 مليون يعني 2 مليون من المستوطنين في دائرة الخطب. هذه في الرسائل التي يمكن أن توجه مباشرة للاحتلال على طريق توسيع إيلامه أو ربما الذهاب فعلا دفعه للذهاب إلى مسار التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن لافت فيما وضع هذه الدائرة واثنين من أو 2 مليون من المستوطنين في دائرة الخطر التركيز بأنه سيتم استهداف مواقع للجيش، مراكز للجيش وثكنات للجيش. هذا كيف يمكن فهمه؟ باعتقادي هذا يعني فهم استراتيجي مهم لسبب بسيط، انه اذا اراد يعني حزب الله كما هو مستمر الان في استراتيجيته استمرار ايلام الاحتلال يجب ان يركز على الجيش، هذا الجيش الذي هو عماد يعني الدوله العبريه بشكل او باخر،
ونحن نعلم أن الجيش الإسرائيلي هو بقرة مقدسة بالنسبة لهذا المجتمع، لكن دعيني أقول مدى الصواريخ بالأمس إلى وصولها هو شمل أكثر من 2 مليون مستوطن، 4.5 مليون مستوطن، لأنه وصل إلى تقريبا مركز تل أفيف، وهذه من مركز تل أفيف إلى الشمال نحن نتحدث عن قرابة 4 مليون مستوطن يعيشون في هذه المناطق. وبالتالي هذه الاستراتيجية مع التركيز على توسيع المدايات باعتقادي من خلالها يريد حزب الله تثبيت معادلات مهمة. أولى هذه المعادلات بأنه على إسرائيل أن تفهم إذا زادت مساحة الاستهداف في لبنان فإن حزب الله سيزيد مساحة الاستهداف في إسرائيل، وباعتقادي هذا الجانب أدى بشكل أو بآخر إلى ردع إسرائيل. لذلك خلال الثلاث أيام أو الأربع الأيام الأخيرة منذ الخميس الماضي النقاش في إسرائيل يتجه نحو أن إسرائيل قدمت وعودات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تستهدف يعني بيروت وستتجنب قدر الإمكان بيروت، لكن على أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن أن يقوم حزب الله بعدم استهداف تل أفيف. وبالتالي هذا توازن في مسألة الردع بشكل أو بآخر، وهذه القضية باعتقادي مهمة. الآن فيما يتعلق ب يعني سلسلة الاستهدافات، واضح بأنه إسرائيل أقرت بالأمس بأنها لا تمتلك قدرة مطلقة على إسقاط كل الصواريخ وكل المسيرات التي يطلقها حزب الله، وهذا النقاش استمر إلى اليوم وكان يعني عنونا صباحا بأن إسرائيل تعاني من نقص في القدرة أو في يعني ما يعرف بالبطاريات التي يعني تواجه مثل هذا النوع من الصواريخ، والآن الولايات المتحدة الأمريكية تمدها بالمناسبة ببطاريات ثاب من أجل مواجهات يعني الرد الإيراني إذا ما قامت إسرائيل بالرد. وبالتالي نحن أمام معادلة حقيقة يستطيع فيها حزب الله يعني وأثبت خلال الأيام الأخيرة بأنه ليس فقط مسألة المستعاد عافيته، والعافية كانت موجودة، لكنه هو أثبت بأنه إسرائيل بالغت كثيرا عندما يعني احتفلت بما ذهبت إليه وبما يعني اعتبرت أنها حققته من إنجازات، وكان عليها التريث قليلا وأن تنتظر قبل هذه الاحتفالية. وبالتالي حزب الله برأيي يخفي الكثير، وهنا يعني يعتبر يعني بيت القصيد فيما يتعلق باستراتيجية الحزب في المواجهة، لأنه حادثة الطائرة بالأمس والتي أدت إلى يعني هذا الكم من القتلى وهذا الكم من الجرحى، وللواء جولاني الذي يعتبر يعني أهم الألوية في جيش الاحتلال، والتي يعني بالنسبة للشباب الإسرائيلي عندما يريد أن ينضم إلى وحدة قتالية مباشرة يتقدم إلى وحدة الجولاني، ويعتبر من ينضم إلى هذه الوحدة بأنه جيش النخبة وبأنه الأفضل، ويستطيع أن يتفاخر بين رفاقه وزملائه بأنه قبل في هذه الوحدة. جاء الاستهداف لهذه القاعدة ولهذه الوحدة تحديدا لم يكن من باب المصادفة، إنما من باب الرسالة التي أراد حزب الله إيصالها بأن الهدهد الذي كان يذهب ويروح في يعني سماء إسرائيل خلال الشهور القليلة الماضية لم يكن هذا الهدهد يعني يذهب عبثا، إنما كان يستطيع رصد كل المواقع العسكرية، وبعدها قام حزب الله بالاستهداف، وبالتالي هذا الاستهداف الناجح يؤسس إلى استهداف ناجح آخر، وبالتالي إسرائيل ستكون في حيرة من أمرها فيما يتعلق بهذه القضية. علاوة على ذلك استمرار حالة الاستهداف هذه كما أشرنا قبل قليل هي تضعف الروح المعنوية لدى هذا المجتمع الإسرائيلي. نعم هذا المجتمع هيئ نفسيا بعد 7 أكتوبر على ضرورة تحمل الحرب، لأنه اعتبر أنه ذلك اليوم نوع من التهديد الوجودي، لكن هو لا يستطيع ذلك إلى ما لا نهاية، وهو في النهاية يتألم ويشعر بأن هذه الحالة غير مواتية للاستمرار، خاصة أن مساحة الاستهداف من الشمال هي أقوى بكثير مما كانت عليه في الجنوب، ومساحة التأثير أكبر، وبالتالي المعادلات بالنسبة للاحتلال ستتعقد في ظل نقص الموارد البشرية كما تقول إسرائيل. واليوم إسرائيل فتحت الميزانية هذا العام للمرة الثالثة من أجل أن تستطيع أن تواجه النقص فيما يتعلق بالذخيرة والنقص فيما يتعلق بالجنود. الأمر الثاني نقص في أعداد الجنود، وهذا الأمر إلى الآن لم تستطع إسرائيل يعني تسوية ملفه فيما يتعلق بتجنيد الحريديم أو ما شابه. والأمر الثالث والأهم باعتقادي هو أن إسرائيل يعني كدولة عمليا البعد الجغرافي هو ضيق إلى حدود كبيرة، وبالتالي استهدافه سهل. هذه المعادلات في ظل هذا الاستهداف الكبير من قبل حزب الله عقد المشهد حقيقة بالنسبة لهذه الحكومة وبالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. والموضوع أنه هذه يعني نموذج عملية معسكر لواء جولاني إذا تحولت إلى فعل يومي أو يعني تكثفت بشكل أو بآخر في مسار العمليات، ما مدى قدرة الاحتلال على تحمل مثل هكذا نوع من الخسائر؟ وبالتالي مفهوم الإيلام يمكن أن يكون لدينا تصور
بشكل أو بآخر عن طبيعته. هنا أعود إليك دكتور بلال اللقيس، لأنه أنت يعني أثرت الانتباه يعني لمفهوم الآن المقاومة في لبنان وهي تدافع عن لبنان، وهذا يعطيها وسائل أوسع وأريحية أكثر فيما تمتلك من إمكانات لاستخدامها، لكنها بنفس الوقت وكأنها لا يعني لا تعطي فاصلا بل تثبت أكثر ربط الملف خصوصا لوقف إطلاق النار في غزة، لأنه ما يشير إليه الشيخ نعيم قاسم أن أوقفوا النار، يعني لم يقل أوقفوا إطلاق النار وسنوقف إطلاق النار، قال أوقفوا إطلاق النار ولكل حادث حديث وبالتالي الدخول في إطار سياسي. إلى أي حد هذه المعادلة تمتن بالتالي العودة لفكرة جبهة الإسناد التي تدفع بالدخول للحديث بالإطار السياسي ليكون ذلك ربما من ضمن ما يطرح إذا ما ذهبت إسرائيل وخضعت لوقف إطلاق النار؟ نعم، أعتقد أن خطاب وقف إطلاق النار الذي يعني يتحدث به سماحة نائب الأمين العام يأتي بالحقيقة وبالعمق متصلا بل متماهيا مع الفكرة التي انتهى إليها سماحة الأمين العام بربط الساحات. أقصد اليوم وقف إطلاق النار الذي نتحدث به في جبهة لبنان هو كلام مقبول على المستوى اللبناني، هو كلام نريده، هو كلام يريده المجتمع اللبناني، وبطبيعة الحال أي مقاومة واعية ناضجة هي تريد وقف إطلاق النار. ولكن نحن نعلم بالعمق أن الإسرائيلي اليوم أي وقف لإطلاق النار في مواجهة لبنان يعني رد الكرة إلى ملعبه وإلى الساحة الفلسطينية وأصبح هو في الأزمة. لذلك الخطاب اليوم بوقف إطلاق النار نعم هو خطاب صادق وهو خطاب جدي وهو خطاب يراعي الخصوصية اللبنانية، ولكنه في العمق هو خطاب ينهي كل المشروع الإسرائيلي الذي تأسس انطلاقا من غزة ليصل إلى هندسة الإقليم على القياس الإسرائيلي. لذلك نعتقد أن الإسرائيلي يستحيل أن يسير بهذا الخطاب، فهنا يكون حزب الله أعطى لنفسه هامشا وطنيا وهامشا إزاء مجتمعه، لأن المجتمع اللبناني بالنهاية نحن حريصون على هذا المجتمع وعلى وقف إطلاق النار، وبنفس الوقت أعطى لنفسه هامشا على المستوى الدولي أنه جهة مرنة وتريد أن توقف إطلاق النار، وبالتالي كأنه رمى الكرة في الملعب الإسرائيلي. ويعلم حزب الله ضمنا أن الإسرائيلي يستحيل أن يوقف إطلاق النار، وبالتالي المعركة ستستمر، وبالتالي كل الاستعدادات أن المعركة مستمرة. نتنياهو يتنبه لهذا الأمر بشكل أو بآخر، يريد أن يضعه في أوجها معادلة في ذروتها. إطلاق نار متبادل، يعني عندما قال بأنني لن أذهب لوقف إطلاق نار أحادي، ولأنه مجددا يريد أن يصل إلى نتيجة فصل الجبهات كما تفضل، وهذا ما تشير إليه للحكة هنا بالنسبة للمقاومة. كيف تعيد الكرة بشكل أو بآخر تحت هذا العنوان إلى الإسرائيل؟ صح صحيح، لأن أيضا اليوم وضع الإسرائيلي على المستوى الدولي لا يريد أن يقع بنفس الخطأ الذي وقع فيه بمسألة غزة، عندما كانت المقاومة في غزة تطالبه بوقف إطلاق النار، وهو الذي كان نتيجة أيضا العنجهية والقراءة الخاطئة يذهب بالاستمرار فيخسر دوليا، فهو أخطأ في الخطاب. يعني إذا اليوم نريد أن نقيم تقييما دقيقا نقول أن إسرائيل منذ 7 تشرين أخطأت في الخطاب، بدءا من تشبيه المرحلة ب 11 تشرين وصولا لكل المراحل، وبالتالي قطعت الكثير من العلاقات مع البيئة الدولية. واليوم ما نراه من توتر في الخطاب بينه وبين الفرنسي هذا مؤشر أن إسرائيل لم تراعي، هي اعتبرت أنها مطلقة اليد وأنها قادرة على تحقيق كل شيء. ربما غفلت أن الأصيل أي أمريكا عندما دخلت مباشرة إلى المنطقة لتولد الشرق الأوسط الجديد فشلت بعد 20 عاما، فهل يمكن للوكيل القيام بكل هذه المهمة؟ أظن أن إسرائيل استعجلت وأن التشوش في الإدارة الأمريكية ربما استغلته واعتبرت أنها أمام فرصة، فلم تعطي اهتماما كبيرا للمخاطبة البيئة الدولية، بل البيئة الدولية والمؤسسات الدولية تقريبا كلها أخذت موقف من إسرائيل. اليوم نسمع ذلك من غوتيريش، نسمع ذلك من الرئيس الفرنسي، نسمع ذلك من الإسباني، نسمع ذلك من أكثر من رئيس في العالم.
إذن لم تراعي البيئة الدولية، وأيضا مع مرور الوقت ستصطدم أنها في خطابها علت كثير السقف، بحيث أن المجتمع سيقف ويسألها أين نحن من الخطاب، لا سيما إذا توقفت الحرب في مواجهة لبنان وبدأ السؤال كيف سنتعاطى مع المسألة الفلسطينية التي تبقى أزمة مفتوحة. إذا توقفت الحرب في لبنان سيؤدي ذلك إلى الكرة في الملعب الإسرائيلي، نعود مجددا وبالتالي إلى البحث عن صيغة لوقف الحرب في غزة. من لذلك أعتقد الأمين أنه العام خطاب ومخاطبة ذكية من نعيم قاسم. طيب، انطلاقا من ذلك أيضا أكد الشيخ نعيم قاسم أنه رفض طلب الابتعاد عن الحدود، حزب الله يعني رفض طلب الابتعاد عن الحدود لتجنب، يعني كان الطرح تجنب استفزاز إسرائيل، مؤكدا أن الحزب أصر على وقف العدوان على غزة. عندما كان يأتي الأجانب بسفرائهم وبعض مبعوثيهم إلى لبنان ليتحدثوا معنا بالواسطة أو بالمباشرة، كانوا يقولون لنا أوقفوا الحرب والمساندة وليرجع المستوطنون، وعليكم أن تبتعدوا 10 كيلومتر أو أكثر كي لا نستفز إسرائيل. يعني هم لا يتحدثون عن أصل المشكلة، أن إسرائيل تحتل غزة وتبيد الشعب الفلسطيني. كنا نقول لهم أوقفوا إطلاق النار هناك، تعود الأمور طبيعية في لبنان وكل شيء يرجع إلى ما كان عليه. كانوا يقولون لا نستطيع أن نتحدث بهذه الطريقة، نحن نريد أن نفصل بين لبنان وبين غزة. لم نتجاوب معه. ولفت الشيخ نعيم قاسم إلى أنه عندما تتصدى المقاومة وتؤلم إسرائيل فهي تحمي بذلك الأجيال المقبلة، وشدد على أن للمواجهة ثمنا لكنها تؤدي إلى الحرية. نحن نعتبر أن مقاومتنا مشروعة، مقاومتنا دفاعية تستهدف أمرين: رفض الاحتلال وتحرير الأرض. ضعوا نصب أعينكم أيها الناس أن المشروع الموجود الآن في المنطقة هو مشروع توسعي، وأن من يقاتل هو الفلسطينيون، وأن المطلوب تحرير فلسطين، وأننا عندما نساند الفلسطينيين من أجل تحرير أرضهم وحماية أرضنا، وعندما تقوم إيران بدعم الفلسطينيين من أجل تحرير فلسطين وهي تكون سعيدة بذلك. لسنا أمام مشروع إيراني، نحن أمام مشروع فلسطيني تدعمه إيران، يدعمه حزب الله، يدعمه اليمن، يدعمه العراق، يدعمه الأحرار في هذه المنطقة. سيد أبو عواد، نريد أن نعرف الآن الحسابات التي يمكن من خلالها أن تتحرك إسرائيل تحديدا بنيامين نتنياهو، لأنه ما أشار إليه الشيخ نعيم قاسم في توطئة كلمته تحدث عن مشروع شرق أوسط جديد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدفع به على الطريقة الإسرائيلية، وهذا يعيد لمحطات سابقة. إلى أي حد فعلا الحسابات الأمريكية الآن وفق ظروف إسرائيل، يعني ما تعيشه على مستوى بعد مواجهة لمدة عام في ملحمة طوفان الأقصى، ليس فقط أمام صمود غزة وإنما تحدث عن جبهات الإسناد وما كبدتها وصولا إلى المواجهة والاستعصاء الحقيقي في لبنان، يمكن أن تكون مؤهلة لأن تكون في واجهة أو في مقدمة الخوض بما في إعادة طرح أجندة الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الإسرائيلية وكما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. هل إسرائيل اليوم في وضع يخولها للاطلاع بمثل هكذا مسؤولية، بين قوسين طبعا مسؤولية كما تريدها واشنطن؟ أولا إن سمحت لي أن أعلق قليلا على مسألة مهمة، بأنه الحرب على لبنان والحرب على حزب الله لم تكن مسألة يعني هل ستكون، إنما كانت مسألة متى ستكون. يعني حتى لو لم يكن هناك طوفان الأقصى، إسرائيل كانت تتحفز حقيقة لضرب قوى المقاومة في المنطقة،
وكانت تعد العدة لذلك. وإلا ما معنى 17 عام كما قالت إسرائيل وهي تتجسس بشكل دائم في لبنان، وهي تعمل وتعد العدة من أجل مواجهة حزب الله؟ منذ أن صدر تقرير فينوغراد الذي أثبت فشل إسرائيل في حرب عام 2006، تلقف بنيامين نتنياهو هذا الملف عام 2009 وبدأ يعمل عليه من أجل الإعداد لحرب طويلة مع حزب الله. وبالتالي المسألة لم تكن مسألة يعني هل، إنما كانت مسألة متى ستكون هذه الحرب التي جاءت في هذه الظروف. لكن حقيقة تحفز إسرائيل باتجاه المواجهة كان موجود، لأنها كانت تستشعر دائما الخطر الوجودي بفعل وجود قوى المقاومة. أنا برأيي بأنه يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة. إسرائيل دائما تضع عناوين كبيرة، هكذا يعني تعودنا على إسرائيل، وهكذا تعودت إسرائيل ربما من خلال طرح بعض السرديات والأبجديات غير المنطقية وغير الواقعية. دعيني أقول بأنه مصطلح شرق أوسط جديد، ومصطلح إعادة ترتيب المنطقة، ومصطلح يعني تشكيل الإقليم بشكل يوائم إسرائيل ويلائم إسرائيل، كل هذا طموح إسرائيلي موجود. لكن هل إسرائيل على قناعة أنها تستطيع الوصول إلى ذلك؟ الإجماع الإسرائيلي أنها لن تستطيع الوصول إلى ذلك. إسرائيل لن تستطيع هزيمة المقاومة، هذا بإجماع كل الإسرائيليين. إسرائيل لن تنتصر في هذه المعركة، هذا بإجماع كل الإسرائيليين. الإسرائيليين بيميلوا بالمناسبة لفكرة أنه إسرائيل ستخضع إلى حرب استنزاف تؤدي إلى إضعافها أكثر من قدرتها على الوصول إلى حرب تنتصر فيها في المنطقة. ما قاله حييم رامون هو انطلاق يعني لهذه النقطة، وهو وزير سابق في إسرائيل عندما قال نحن أقرب إلى هزيمة استراتيجية منا إلى انتصار استراتيجي. وهذه الصورة واضحة بشكل كبير. لماذا؟ أولا، إسرائيل من الناحية الجغرافية والديمغرافية هي دولة صغيرة قليلة العدد بالمقارنة مع الإقليم. ثانيا، الإقليم وقوى الإقليم المقاومة متحفزة للاستمرار ولفترة طويلة، وهي صاحبة الأرض وتستطيع الاستمرار وتستطيع المواجهة والتحدي، وهي كقوى أيديولوجية تستطيع توليد دائما الأفراد والقيادات والأفكار والقوة من أجل هذه المواجهة. كم مرة خاض حزب الله حربا ضد إسرائيل؟ اليوم هو أقوى مما كان عليه سابقا. المقاومة الفلسطينية خاضت معارك ومعارك، اليوم هي رغم الضربات القوية لكن أقوى مما كانت عليه سابقا. وبالتالي هذه المصطلحات أنا برأيي نتنياهو يستخدمها من أجل ربما مخاطبة الشارع الإسرائيلي، ومن أجل دغدغة مشاعر الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، ومن أجل التأكيد أن مشروعها في المنطقة هو مشروع حتى كبير. نقف سيد أبو عواد تفاعلا مع هذه النقطة، مما لا شك فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير رؤيتها ولا أجندتها ولا مسعاها للهيمنة على هذه المنطقة. نحن نتحدث عن اختلاف الظروف، عن المعطيات، عن قراءة لواقع المنطقة، عن قراءة لواقع إسرائيل وقدرتها على الاطلاع بمثل هكذا مهمة حتى نكون دقيقين. يعني إسرائيل في عام 2006 في أوج ما كانت تطرحه إدارة جورج بوش الابن لمفهوم الشرق الأوسط الجديد، ودخلت يعني بقوة على المستوى العسكري، وكانت إسرائيل بين قوسين مرتاحة يعني بين 2000 ل 2006 والاستعداد لحرب. المنطقة في حينها كانت كذلك تميل إلى دعم هذا الخيار، ونتحدث عن دول إقليمية وعربية بأنه أن يستوي الأمر للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. الآن هل المعطيات تدعم مثل هكذا يعني مسار؟ إسرائيل اليوم كيف يمكن أن نشخصها لقدرة باطلاع مثل هكذا مهمة؟ وكذا الأمر بالنسبة لباقي الأطراف المعنية بشكل مباشر في هذه المنطقة ومستقبلها ولو بشكل سريع. مطلقا إسرائيل لا تستطيع ذلك، ولا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه رغبات، لكن ما بين المرغوب والموجود على الأرض هناك فجوة كبيرة. دعيني أقول هناك متغير مهم في الشرق الأوسط يجب الانتباه له، وهو أن غالبية الشعوب في المنطقة على خلاف بعض الأنظمة الموجودة تميل إلى المقاومة وتميل إلى الفكر المقاوم. من جانب آخر، إسرائيل إذا ما أرادت التوسع هي لا تستطيع، لأنها لا تستطيع السيطرة على كل الأراضي، ولا تمتلك جيشا يستطيع المواجهة في كل الساحات وفي كل الجبهات، علاوة على أن واقعها الداخلي الذي بدأ بالتأزم سيزداد تأزما وجود وصولا إلى حالة الانهيار، كما قال اللواء إسحاق بريك واللواء إسرائيل زيب حينما أشار بأن استمرار حرب الاستنزاف لعام آخر سيؤدي إلى انهيار إسرائيل من الداخل. وكما كتب يعني قبل أيام يعني أحد الكتاب في صحيفة هارتس ميلشتاين أعتقد، عندما قال إسرائيل تبدو كالشجرة من الخارج المزهرة القوية لكن من الداخل
ينخرها ويأكلها السوس. هذا الواقع الإسرائيلي الموجود، وإن بدت أنها تبدي حالة من القوة وحالة من الصمود وحالة من استخدام مهول للذخيرة، لكن على الأرض إسرائيل تتألم بشكل كبير. وباعتقادي نحن أقرب إلى شرق أوسط جديد، لكن ليس على مقياس إسرائيل، إنما على مقياس أصحاب الأرض وعلى مقياس قوى المقاومة في المنطقة. نعم، ما رأيك بذلك دكتور بلال اللقيس؟ وإذا نقف عند نقطة هنا لو سمحت لي، مرتبطة بواقع لبنان، كيف يختلف واقع لبنان عن سيناريو 2006 أو ما بعد ذلك بعد 2010 وإعادة طرح مفهوم يعني إعادة تكوين الشرق الأوسط الجديد؟ في 2006 لبنان في مواجهة عسكرية، ما بعد 2010 ثورات مفهوم ثورات الربيع العربي وما إلى ذلك، والتعويل على بعض الحركات الراديكالية كداعش وغيرها لإعادة خلق مشروع الشرق الأوسط الجديد. في تلك المحطات كان في واقع للبنان، كيف يختلف اليوم عن تلك المحطات؟ وحتى بالنسبة للمقاومة، مما لا شك فيه أنه تعرضت لضربات، قال سيد شهداء طريق القدس سيد حسن نصر الله بأنه كانت يعني مسبوقة في تاريخ المواجهة، ليس فقط المقاومة الإسلامية في لبنان وإسرائيل، وإنما في تاريخ الصراع على الساحة الدولية. ما هو الواقع بالنسبة للمقاومة ولبنان قد يجعل من هناك عدم إمكانية لإمرار مجددا هذه المحاولة ضمن إعادة خلق شرق أوسط جديد وموقع لبنان من الوصول إلى هكذا نتيجة؟ أنا مش عفوا ما سمعت منيح السؤال، كتير في تشويش. دكتور بلال اللقيس تسمعوني؟ الأحوال إلى حين التواصل مع دكتور بلال اللقيط. تسمعني الآن دكتور بلال، كنت أسألك عن تقييم لواقع المقاومة، واقع لبنان، عن المحطات السابقة التي أعادت يعني الولايات المتحدة الأمريكية مع كل محطة مفصلية تعيد سحب مفهوم الشرق الأوسط الجديد وإعادة طرح هذا المشروع. هل اليوم لبنان في موقع أفضل والمقاومة في موقع أفضل للمواجهة أم العكس عن المحطات السابقة؟ نعم صحيح. هو عندما تحدثت ربما في المداخلة التي سبقت ذكرت أن أمريكا عندما تقدمت إلى المنطقة، طبعا مشروع الشرق الأوسط الجديد بمسميات متعددة هو مشروع دائما قديم يتجدد، يعني يسمى مرة كبير مرة جديد مرة إلى آخره. الفكرة واحدة، المهم هو تقسيم المقسم. عندما تقدمت أمريكا مرحلة بوش الابن 2001-2003 واستفادت من فرصة بين قوسين 11 أيلول، وهي كانت متهيئة للقرن الجديد بحسب الكتابات اللي كتبت في تلك المرحلة، المهم استفادت من 11 أيلول، وكانت أمريكا في 2001-2003 في ذروة قوتها وهيمنتها وقادرة على استقطار كل الدول من خلفها، ولم يكن هناك قوى فعلا دولية تستطيع أن تقف وتقول لها فيتو أو تمنعها إن كان على مستوى مجلس الأمن أو حتى في الواقع، فضلا أن الإقليم في تلك المرحلة، أستطيع أن أتحدث أن قوى المقاومة لم تكن يعني مدعومة لا بساحة يمنية ولا بساحة عراقية التي كانت في تلك المرحلة تعيش التمزق، والساحة الفلسطينية كان جزء من الشارع الفلسطيني يؤمن أن الحل يمكن أن يأتي عبر التسوية، والساحة العربية عموما كانت ربما لصالح الأمريكي وفي وضعية أفضل نتيجة اقترابها من الأمريكي يعني. والساحة في لبنان أعتقد المقاومة كانت أيضا بعد خارجة من انتصار الألفين وكان عودها طري، وإيران في تلك اللحظة كانت في أيضا يعني بداية نهوضها إذا جاز التعبير بالألفين 2003، ورغم ذلك في ذروة الحضور الأمريكي وكل المعطيات التي ذكرتها لم تتمكن أمريكا بعد عقدين من الزمن أن تفرض شرق أوسط جديد، رغم كل المقاربات التي اعتمدتها، إن كانت الاصطراع في داخل الساحة الإسلامية، يعني الصراع الإسلامي الذي قدمته كاستراتيجية عبر داعش وأخواتها، أو إن كان الصراع
في الانقلاب أو الثورات ثم الثورات على الثورات، أو إن كان في حرب 2006 الشرق الأوسط الجديد الذي سيولد من رحم الحرب مع لبنان، أو 2003 حيث قطار الديمقراطية سينطلق من بغداد، أو كل المحاولات والمقاربات فضلا عن المقاربات الناعمة والاقتصادية، يعني الحديث يطول، والثورات الملونة، كل هذه بعد 20 عاما من المحاولات الأمريكية، والكون كله في تلك اللحظة كان مطوعا، أقصد بالكون أني لم يكن هناك أحد قادر أن يقول لها لا، وفشلت في منطقتنا، وتمكنت قوى المقاومة من إسقاط المشروع الأمريكي. اليوم السؤال، هل إسرائيل التي مع كل التحولات التي حدثت بدءا من لبنان إلى اليمن إلى فلسطين إلى العراق إلى أفغانستان إلى إيران التي على عتبة الدولة النووية إلى الصين وروسيا اللتان تنظران إلى المرحلة وإلى منطقتنا بمخاوف وحذر كبير، باعتبار أن هناك سؤال يسأل اليوم، إذا كانت في لحظة من اللحظات أوروبا مسرح حرب عالمية، فاليوم الكثير من الظروف ربما تؤشر أننا إذا أسأنا التصرف أو أسأنا التقدير قد تذهب الأمور إلى حرب عالمية، ولكن مسرح العمليات سيكون منطقتنا، وبالتالي موقف روسيا والصين لا يمكن أن يبقى مع مرور الوقت هو موقف المتفرج أو الخجول في التعاطي مع القضايا، ربما تحتاج أن تقترب خطوات أكثر، لسيما إذا يعني سارت الأمور إلى صدام مباشر بين إيران وإسرائيل في الفترات المقبلة. لذلك أقول كل المعطيات الدولية، كل البيئة الدولية، أضف لها البيئة الإقليمية، أضف لها التكاتف الشعبي الإسلامي الإسلامي والعربي الإسلامي بالحد الأدنى على المستوى الشعبي، إضافة لمجموعة من القوى والدول، كلها تؤشر أنه الفارق كبير جدا عن مرحلة 2003 لصالح قوى المقاومة. وبالتالي إذا أمريكا فشلت في ذلك، هل ستستطيع إسرائيل أن تتصدى هذا الدور وأن تنفذ هذا الدور؟ أعتقد أن الأمور في مكان ما بدأت تشعر وتتلمس، ليس فقط الشارع في إسرائيل إنما القيادة، أن القضية أكبر منها بكثير، وأن الأصعب بدأ يبرز، وأن المشوار معقد جدا، وأن إسرائيل لا قدرة لها للقيام بهذه المهمة المعقدة. إنه غرب آسيا أو ما يسمونه الشرق الأوسط هو أكبر مفاعل حضاري وثقافي، وبالتالي لا تستطيع دولة دخيلة أن تغير في بنيته أو أن تخلق وقائع جديدة. هذه شو يسموها سنن التاريخ، مسارات التاريخ، والذي لا يقرأ ولا يقدر وفق هذه الرؤية سوف يتعجل ويقع كما وقع هتلر ذات يوم في مقاربته للساحة الأوروبية. طيب ما رأيك بذلك سيد أبو عواد؟ وهو السؤال الآن البارز، طالما الأمور في هذا الشكل من التقييم، ما الذي يدفع للذهاب باتجاه خطوات أوسع أو تأخذ المنطقة إلى سيناريوهات المواجهة الأوسع بالنسبة للحسابات الإسرائيلية تحت مفهوم الرد على الرد الإيراني وفق التوصيف الإسرائيلي؟ يعني دعيني أقول بأنه الحقيقة إسرائيل تعيش حالة غريبة، ربما هي الحالة الأغرب والأكثر تعقيدا في تاريخ هذه الدولة التي نشأت منذ ما يزيد عن 76 عام. إسرائيل لا تستطيع إيقاف الحرب حقيقة في هذه المرحلة، حتى لو كان لديها كل القناعات بأنها لن تنتصر، وحتى كما يعني قيل في الداخل الإسرائيلي استمرار الحرب أفضل من العودة والانكماش بالداخل للعديد من الأسباب. السبب الأول أن هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو، لديها الكثير من الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها. السؤال الأبرز الأهم، ما الذي حدث في 7 أكتوبر ولماذا حدث؟ والسؤال الثاني، ما الإنجازات الاستراتيجية التي تم تحقيقها؟ حيث إلى الآن إسرائيل ضمن الأهداف المعلنة لم تحقق أي هدف سوى الدمار والتخريب وتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، والآن البدء بهذه الهجمة الكبيرة على لبنان. سوى ذلك لم تحقق أي شيء، لم تقضي لا على قوى المقاومة ولم تستعد أسرها كما أعلن بنيامين نتنياهو. الأمر الأهم من ذلك هو الواقع الداخلي الإسرائيلي. هذه الحكومة ترى بأن الحرب إذا توقفت هذا يعني أن الشارع الإسرائيلي سيكون أكثر تحفزاً للخروج ومواجهة هذه الحكومة، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات جديدة قد تؤدي هذه الانتخابات إلى تغييب بنيامين نتنياهو وحكومته الحالية عن الساحة. الأمر الثالث، هذه الحكومة تريد استغلال الحرب من أجل تحقيق مجموعة من المشاريع. المشروع الأول هو حسم الصراع مع الفلسطينيين في الضفة الغربية على يعني عظمة ما يحدث في قطاع غزة وفي لبنان، وهذه الحرب الضروس وهذه المواجهة القاسية وهذا الدمار الكبير والإبادة الجماعية.
لكن في الضفة الغربية مشروع الاستيطان يسير بقدم وساق متسارع جدا لم يسبق له مثيل في التاريخ. 87 مليون شيكل حولها بسلاير سموتريتش قبل أيام من أجل تحسين الطرق الالتفافية للمستوطنين. 7 مليار شيكل حجم الاستثمار الاستيطاني خلال العام الأخير. ومجموع مصادرات الأراضي في الضفة الغربية ضمن رؤية بسلاير سموتريتش ستصل إلى 75% من مساحة الضفة الغربية. هناك تهجير ناعم للفلسطينيين من الضفة الغربية، حصر للفلسطينيين في أواسط المدن وأواسط القرى، الغور وهو غور الأردن الذي يعتبر السلة الغذائية للفلسطينيين واللي مساحته تقدر 30% من الضفة الغربية. الفلسطيني كان قبل سنوات يسيطر على غالبية هذه المنطقة، اليوم هو محصور فقط على 5% منها، وبعد أن كان عدد الفلسطينيين في تلك المنطقة 300,000 تراجع اليوم إلى حدود 100,000. والمشروع الأهم بالنسبة لهذه الحكومة هو الحرب الداخلية الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو يريد القضاء على التيار الصهيوني الليبرالي العلماني، هذا التيار الذي حكم لست عقود رسميا واستمر في التأثير حتى ما قبل 7 أكتوبر. هذا التيار الآن هادئ ساكت، يفكر بالهجرة إلى الخارج، جزء منه موجود في الخارج لا يستطيع المواجهة. استمرار هذه المعركة تعطي بنيامين نتنياهو القدرة على تحجيم هذا التيار والقضاء على هذا التيار، وبالتالي هو جزء، استمرار هذه الحرب جزء من الحرب الداخلية الإسرائيلية التي يديرها بنيامين نتنياهو. مدير مركز قدس الدراسات الإسرائيلية سيد عماد أبو عواد ضيفنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. دكتور بلال اللقيس الخبير بالعلاقات الدولية ضيفنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك مجددا. شكرا لضيفينا، شكرا لكم مشاهدينا. هذه الساعة ضمن تغطية الميادين انتهت، على أن نستأنف على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.